ألطف ألطف يا رب. عليكم بالتفستن التجستر والترمش التجستر والتضفر التجستر. ايوه بس انت كده خلصتي كل التكستر اللي في البيت علينا، انت هيدخلوك الفرن ولا ايه؟ يلا يا الكريم قومي خلاص، استعجلا استعجلا الاستعجال. استعجل على ايه بس؟ ما اجيب السلعوي يعني، من اول اخدها من قصيرة واجيب السلعوي، ما انا تعبان اصلا. يا ساتر يا رب. في فيها يا بنت مالك، يا بنت مالك، ما ابعت اجيب لك انبوبه اكسجين، ارد عليا. دي كرشه نفس، كرشه انت بتشوفها معسل، ده قص، شغل قص ده. انا عايزك تستمتع معايا بالاجازه، ما انا عايزك تعيش. هدي النار شويه لا ريحتك تطلع، هدي النار شويه الشياط طلع، شمين ريحتك يا بيت، هدي النار ما ينفعش، حاولي تسيطري على نفسك. اوعي البوتاجاز يولع فيه. ده تلقيح اونلاين، ردح اونلاين، يعني حاجه ما تلاقيش غير عندنا احنا بس كده يعني. انا عايزك تعيش مع الاجازه. اي حد هيجي ويقول لي ورينا مكان التاتو. تاتو؟ طب ما من حقنا كفنزاتك يعني ان احنا نعرف فين مكان التاتو، وبعدين هتعملوا ايه يعني اللي هيقول لك كده؟ هيتحذر. لا ده ظلم. يا لهوي. احسن، كنت هتقعي عشان انت ظالمه. يا سيم مالك؟ انت رجعت البرشام تاني ولا انت مش قلت بطل؟ قاعدين انتوا هنا قاعدين ومش فاهمين اي حاجه. طب لا والله يا سيم مش فاهمين حاجه احنا، بس احنا بنعتمد عليك يعني، طول ما انت موجود احنا بنبقى مطمنين. هو في حاجه حصلت دلوقتي؟ كل الافريكان دخلوا على بلد تونس والعراق والمغرب والجزائر، هيحتلوها من الداخل وبيخربوا فيها. الحقوا الحرب بقى من الداخل مش من الخارج. طب هنعمل ايه يا سيم؟ هنعمل ايه؟ ما هنضيع ولا ايه؟ ما مدلنا يا ياسين. هم عندك جوه ولا ايه الافريقان؟ انت مش قلت في تونس؟ الوضع سيء قوي، خلي بالكم يا مصريين، احنا ممكن نتحاصر. احنا لو علينا احنا عادي، ما احنا عندنا ياسين مطمنين، في بلاد ما عندهاش، يعملوا ايه دول؟ ربنا يقويه والله، ما بينامش الليل، ما ماسك مسدس المايه بتاعه عمال يحارب الشر في كل حته، بطل. لا جوه مفيش امان، خلينا قاعدين هنا. لا خليك انت بقى مع نفسك اخويا ياسين، عشان دي اجازه قصيره وده برشام بيطلب لوكلوك، مش هنخلص. الولية دي بتضيع مننا، بتضيع مننا. قبل ما تغسل هدومك اغسل قلبك. امشي امشي يا ولية، بلاش تحرش قلة ادب. يا ابو قلب قاسي. قاسي؟ ايوه قاسي. ابقى اغسله. اغسله؟ لا انا حاضر اغسله انا. ونشره كويس. وايه اللي نشره كويس؟ يا ولية بلاش تحرش، ما تقبضوا عليها، انتوا سايبينها ليه؟ ليه؟ ليه عامله في عقبك كده يعني وبتاع؟ وايه الخط ده؟ انت كده موز يعني؟ بالعكس انت لو طلعتي لي في الضلمه كده خاف منك. قلة أدب، قلة أدب، إحنا بننحدر. ليكوا في البيت يا أخي منحدر؟ أنت ولا أنت بتصورني؟ هو في حاجة حضرتك؟ ما هو حضرتك بتستظرف. أنت ولا بتصورني؟ هو أنت بتصورني؟ أنت ولا بتصورني؟ لا هو حضراتكم من الواضح كده يعني اللي أنتوا الاتنين بتستظرفوا علينا يعني، مش واحد بس. يتوب علينا ربنا. وأنا واقف شارع العشيان خش كبشة بنات موحد من الدرس، أول ما شاف اللي معلم أبش وشاف انكشط الشعار كل انغمي عليه. طب ضل خلقني حلو إيش ما تعملش، انت مالكش ذنب يا باشا، ما انت ربنا خلقك حلو، مش ذنب بقى هم يغمى عليهم ما يغمش عليهم، مش مشكلتك. هو انت تعصبيني وتخرجيني عن شعوري وبعدين تقولي لي انصدمت في اخلاقي؟ شوفي الولاية السو، يعني تخرج اسوأ ما فيكي بعد كده تلومك. صدمك رول محمر مزلط مخمز على الدائري يا حبيبتي. وشوبش ويا عمر برضه حضرتك تمشي يعني، ما خدي راحتك ما اديها، ما تشغليش دماغك انت بحد. سمعيهم يا نسمه. ما تشرفش بمعرفتكم، معرفه الكلب احسن منك. شكرا اتفضل. ايه هاتوا لي بقى السلعلع. بس الفلوس كل حاجه عصام، اما اذا عن الليمون فعصره فوق التكوينه. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. سلام.